الخبير الاقتصادي سيدافي، التشخيص حطيت صبعك عليه معناها قلت هنا أكثر من مرة ولربما تعمقت الأزمة لأنه في وضع غير عادي وعن الحق في ذلك كورونا ومشبهتها وخارج الصندوق عملنا حتى شيء، لكن الآن احنا أمام أمر واقع فيبش نعمله لشهرين ونص المزال ودوم 11 52 ذول ميزانية الدولة في قانون المالية 2021 بزيادة قالوا 4%، هذا اللي مكتوب من اللي قريته. كيف من وش يجيبوها؟ شوف 11 مليار دينار حاجياتنا إلى نهاية السنة. ما قالش مشروع قانون يعني هذا اللي مقدم التعديلي لسنة 2020 من يمشي يجيو 11 مليار. لكن لما نسمع وزير الاقتصاد والمالية والدفع الاستثمار ما قالش هو زاد بصالح العبارة من يمشي يجيو 11 مليار، لكن قال بعض الأشياء اللي نحب نقف عليها. أولا قال أنه يجب أن نكون متفائلين. يا سيدي نعطيوك التفائل، خذها يا أخوي. ثانيا قال السيولة موجودة لدى القطاع البنكي، معنينا كان نبأها لفئة الاقتصاد الدولة تمويل مش الاقتصاد تمويل ميزانية الدولة 11 مليار هذو. وقال وقت اللي مش نمولوا ميزانية الدولة الفلوس مش تاخد عند الدولة، الفلوس مش ترجع الاقتصاد في بالتمويل، هذاك مش الدور العاجلة وكذا. وقال حاجة أخيرة من بين أشياء أخرى عديدة، قال أنه ما نخافوش برشا من خروج الأسواق المالية الدولية. هاو الأردن اللي عنده نفس الترقيم لتونس خرجت مؤخرا ب 1.5 مليار دولار وتحصلت عليها من الأسواق الدولية، علاش الأردن تخرج وإحنا ما لا إله إلا الله؟ قال الآخر ابتسم أنك في تونس. 11 مليار ما نتصورش انا يعني السيوله موجوده لدى البنوك، ما نتصورش، هو يعرف بنوك خير مني جاي من قطاع البنوك. ما نتصورش ان السيوله موجوده لدى البنوك. اليوم البنك المركزي يضخ في القطاع المالي اسبوعيا تقريبا 10 مليار دينار. كان جات سيولة موجودة لدى البنوك نجم يرجع إلى مستويات ما قبل 2011، كان يضخ في حدود مليار دينار فقط لإضفاء التوازن في القطاع البنكي. 11 مليار معناتها يلزم مراش حل آخر أنا إلا أنه البنك المركزي مش يضخهم 11 مليار في الاقتصاد أو في لدى البنوك أو القطاع المالي حتى يمكن يمكن القطاع المالي من اكتتاب سندات الخزينة اللي مش تخرجهم الدولة باش يمول الدولة. لكن في هذا مخاطر عديدة. المخاطرة الأولى هو أنه الفلوس كل مش تمشي لتمويل الدولة ولا تمويل الاقتصاد، وكأنه أصبح اليوم الهاجس الكبير بالنسبة لنا هو تمويل ميزانية الدولة ومش تمويل الاقتصاد وانتعاش الاقتصاد. هذا المخاطرة الأولى. هذا اللي زي كسميوه لفي سيزو، يشو يمشي الكل يهرب الكل لميزانية الدولة وما يبقى شيء للاقتصاد الحقيقي. المخاطرة الثانية هو أن ضخ أموال في هذا المستوى سيضي منه لا محتى ارتفاع في ضخم الأسعار، وإحنا دور البنك المركزي قانون هو التحكم في ارتفاع الأسعار، واللي عملوا الكل في السنوات الأخيرة هو يمشي في هذا الاتجاه. المخاطرة الثالثة أنه مش يكون عنده انعكاس هذا على سعر الدينار في السوق العالمية وسعر الصرف متاع الدينار، لأنه أنا ديما نقول على سبيل المزح لكن هذه تظهر بقوة تسر بقوة وبسهولة يعني الواقع الاقتصادي والمالي، الدينار البطاطا عم تلي فما صعبة تكثر البطاطا في البلاد سو ما يطيح. احنا الدينار كيف كان مش نصبوا برشا دينارات في الاقتصاد من غير لا يكونوا خلقنا ثروات مقابلة سو مش يطيح.
هذا نفس الشيء، العرض والطلب. إذن هذا مش يفضي إلى تدهور سعر الدينار، مع ما يفضي هذا إلى يعني تضخم مالي مستورد، مع قدرة شرائية متدهورة، مع كل يعني التداعيات اللي قد يتبعها الشيء هذا، وهذا خطير جدا. وزيادة على هذا الكل، البنك المركزي عنده استقلاليته، في استقلاليته جات في قانون موافق عليه مجلس النواب الشعب، والقانون هذا ما حضرناهش وحدنا بتعاون مع شركاء يا سيدي، مع اطراف دوليه اللي تتناقش معانا وتقولنا شنو ممكن وشنو مش ممكن حتى يواصلوا دعم نتاعهم، وخاصه مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي بكل صراحه. معناتها هذا قانون 2016، قانون البنوك ل 2016، معناهش وحدنا، مش نظهرنا بشتيو استقلاليه البنك المركزي. اليوم فما اصوات متعدده تدعي الى يعني الرفع عن استقلاليه البنك المركزي، عن إمكانية إعطاء الإمكانية قانونا للبنك المركزي أنه يمول دولة مباشرة، وهذا تساهل كبير مع حتى في الحالة الاستثنائية، حتى في جائحة كما هذه في كورونا، نعطي قانون يخاول في مثل هذه الوضعية، والبنك المركزي يساهم في الجائحة هذه فقط مع محدد بقانون في تمويل الدولة. شوف، الجائحة موجودة، الوضع الاستثنائي موجود، الأولوية في هذا الوضع الاستثنائي حسب رأينا مش تمويل ميزانية الدولة. تمويل ماذا؟ تمويل الاقتصاد. ربي سيد هذه خذني على قد مخي سمحني، كيني في تونس ما عادش نحكيو على الاقتصاد، نحكيو كان على المالية العمومية. أنا بالنسبة لي أنا المالية صحيح ولا غلط؟ هذا هو رأس المشكلة تقريبا، لأن مع وزارة اقتصاد، فماش وزارة اقتصاد من غير لا تكون متحكمة أو عندها رأيها في السياسات العمومية في ميدان دفع القطاعات الاقتصادية الكبرى، في ميدان التوزيع، في ميدان التجارة الداخلية والخارجية. ما عندناش وزارة اقتصاد، مش خاطر نسميه وزارة الاقتصاد أنها أصبحت وزارة اقتصاد. الاقتصاد هو الإنتاج أولا، ثم التوزيع ثانيا، توزيع الثروة المنشأة. الإنتاج اليوم القطاعات كلها تمر بأوضاع صعبة جدا، المالية والمالية العمومية خاصة هي شبه أكل جزء الظاهر ليطفو من جبل الجليد. أنت فما 90% غارقة اللوطة ما نشوفوهاش، هي الاقتصاد الحقيقي، هي القطاعات اللي تنتج، اللي هي الحرفيين، أصحاب المؤسسات، حاملي المشاريع، هذاك هو الاقتصاد الحقيقي. اليوم الاقتصاد الحقيقي نعرفوه الوضعية متاعه، هل عالجته قانون المالية هذايا؟ لا، التعديل ولا الجديد لسنة 2021، هل اهتموا هالقوانين هذية بوضعية قطاع البترول اليوم؟ مع نعرفوا ما هو صاير، طبعا الحكومة لاهي به وقاعدة تناقش وتتفاوض وكذا على كامور غيرها. هل عالجنا مسألة فوسفات كفسة؟ هل عالجنا قطاع النسيج؟ هل عالجنا قطاع النزل اللي هما متضررين ياسر؟ ومش كان نحن متضررين في العالم. أنا نقرأ البارح في وثيقة أنه مجموعة أكور اللي هي عميق عالمي في عالمي في ميدان إدارة النزل، اللي هي تدير تقريبا 5000 نزل في العالم، 5000 نزل في العالم، من بينها أعلى وأرفع الشارات بين النزل العالمية. اليوم في 6 شهور الأولى متاع سنة 2020 كان رقم معاملاتها 900 مليون يورو، والخسارة متاعها 1.5 مليار يورو، واللي هي اليوم قد تحارب باش توصل وقوفها وصمودها أمام الأزمة، أمام الجائحة، رغم كل المعونة اللي مقدمتها لها الدولة الفرنسية ودول اللي فيها يعني نزل متصبة فيها. هذه القطاعات الكل اليوم عندنا وكالات الأسفار اليوم عندها وقفة احتجاجية، وكالات الأسفار لأنها 98% منها مهدد بالإفلاس إن لم تكن أفلست، كلها مسكرة. نتعدى في وسط البلاد نشوف وكالات الأسفار كلها مسكرة، وهذا واقع. كيفاش نجموا ننعشوا هالقطاعات هذه؟ هل معنا سياسة اقتصادية؟ شوف، أو منوال اقتصادي؟
لا عندنا لا سياسة لا منوال اقتصادي، هذا الناس كل معترفة به. بعد الناس كل يقول لك منذ سنوات يجب تغيير المنوال الاقتصادي، فشل المنوال الاقتصادي أو وصل إلى حدوده المنوال الاقتصادي اللي ورثناه واللي كان قدم ميزاته ونتائجه في منع البلاد في فترات البلاد في فترات معينة. ماشي معك للخروج الخارجي، نخرج للتدين الخارجي، هاي الأردن خرجت يا سيدي. إيه قالوا لنا خرجت ما قالوا لناش بدنا نسوم. نسبة الفائدة. شوف اليوم الدراسات الموجودة تثبت أن لو تخرج تونس على السوق الدولية ستكون نسبة الفائدة متاعها بين 8 و10% باليورو أو بالدولار، بين 8 و10% باليورو أو بالدولار، إلا إذا كانت حصلت على ضمان من جهة قوية، أما دولة أو بنك دولي كبير يعطيها ضمان، وهذا يتم في نطاق المناقشات السياسية. وهذا يفتح باب شنو ممكن تمثل حاجيات تونس أمام حاجيات أوروبا، أمام تدخل البنك الأوروبي المركزي الأوروبي في السوق. لكن هذه حاجات يتم مناقشتها سياسيا، احنا ما نمثلوا حتى شيء بالنسبة لهم. كان يزيدوا اشتر حاجياتنا يزيدوها في حجم التدخلات نتاع البنك المركزي الاوروبي، يعني كمان مش كافة اموال فقط، كضمان فقط، نكونوا منعنا راسنا. اما على شرط يكون عندنا رؤية واضحة مش نعملوا بعد غدوة باش ناخذوا الفلوس داكوردو، باش ناخذوا الفلوس هني الرابعة باش تمشي للشهاري وميزانية التصرف نتاع الدولة والعباد اللي تسد الدولة، ليش نضخوها في الاقتصاد سيدات؟ معناها تسلفنا داخليا ولا تسلفنا خارجيا، اعتقد انه المكان اللي ماشي فيه الفلوس مش المكان الصحيح. ولا انا غلط؟ الدوله ما عندهاش برشا امكانيات وعاجزه، هل ياهو خلينا نحكيو على العجز الميزانيه وعجز التدين وكذا، الدوله عاجزه اليوم على ضخ الاموال في الاقتصاد. لكن حتى واحد مطلب، حتى واحد رزين وبعلو مطلب الدوله انها ضخ اموال في الاقتصاد، ومش دور الدولة خاصة في الجهة هذه هو أنها أن تقف مع القطاعات الاقتصادية. أولا أن تقوم بدراسات استراتيجية، أو تمكن القطاعات من قيام بدراسات استراتيجية، تمكن من توضيح رؤية وين ماشيين وش لازمنا نعملوا باش، هذا مش موجود اليوم الدراسات الاستراتيجية، لأنه استغنينا عليها منذ أكثر من 10 سنين دراسات الاستراتيجية. حاجة أولى. حاجة ثانية، دور الدولة أنها تضمن تدخل البنوك إقراض ومعونة المؤسسات. وهذا نوعا ما دور الدولة زاد الآن باش تعالج وضعية المؤسسات العمومية. طبعا اللي كارثة قاعدة هزينها على جهة تونس. باش تحترم تعهدات معالجة المؤسسات العمومية لا يعني فقط دفع ما يعني احتياجات المؤسسات هذه من الأموال اللي الدولة ما دفعتهم لهاش. لا مش هذا الحل. مش هذا الحل. الحل هو، لأن الحل هذا جاء هذا في قانون المالية تقريبا، وزير المالية قالوا بصراحة العبارة، قال مش ندفعوا للمؤسسات العمومية ولمزودي الدولة كل ما يسالونا من أموال، لأن بداية الإنعاش يمر باحترام تعهدات الدولة. هذا الطريق صحيح، هذا ماشيين فيه. لكن دفع مستحقات المؤسسات العمومية ما يكفيش، لأن نفس الأسباب تولد نفس النتائج. إذا كان فماش معالجة حقيقية، والمعالجة ما تنجمش تكون يعني إيديولوجية، ما تنجمش تكون شاملة، ما نجموش نقولوا مش نبيعوا ولا مناش مش نبيعوا، خطوط حمراء أو خطوط خضراء. لا، المعالجة يجب أن تكون مؤسسة بمؤسسة حتى نعرف هذيك قوات الضعف نتاع شنو هي قوه القوه، كيفاش نجم نثمن قوات القوه، كيفاش نجم نقلص من قوات الضعف، كيفاش نجم نعالج مؤسسه بمؤسسه بالتعاون مع الاطراف الاجتماعيه والاطراف الفاعله داخل المؤسسه، من عمال، من اطارات، من محيط، من عائلات، من كذا، عائلات سياسيه ونقابيه وغيرها، حتى نقفوا بالمؤسسات يعني نقاده تتلاشى. نرجع للقانون الماليه 2021 اللي فيه قلت ما فماش ترفيع في الجبايه للمؤسسات ولا حتى الاشخاص، ما ريتوش هذا اللي ثبت فيه، فما زيادات بسيطه في الخمور والدخان يظل، والدخان والسكر، والسكر ب 100 ملي يظل في الكيلو. هل يكفي هذا؟ طبعا مش يعملوا البالونس؟ لا ابدا مش باش يكفي، يعني
وحالته القانون المالي يظهر بوضوح انها مش بشكل، لان يفضي الى عجز في حدود 19 مليار حاجيات التمويل للدوله لميزانيه الدوله 19 مليار لسنه 2021. هذا يترجم انه مش بشكل، لكن هذوما فيهم توجهات ايجابيه وتوجهات ان نتحفظ عليها نوعا ما، او نتمنى ان الدوله تكون درست نتائجها وعقبها بوضوح. نحب نقول مثلا الزيادة في نسبة الخمور في أسعار الخمور والجعة البيرة بتوظيف جباء إضافية، قد تظهر مش كبيرة هي الجباء الإضافية، لكن البلاد اليوم كان ما نحبوش التونسي يمشي يشرب القوارص كما صار في حفوز وقوان وماتوا فيه شباب عشرة تقريبا أو قل شوية شباب من الجهة، ما يلزمش نزيد نثقلوا أكثر، لأن هذاك اليوم هذا الواقع متاعنا تونس من بين البلدان الأكثر استهلاك للجعة والخمر. زين دعنا نسبق الخبز يا سيادي، خبز للمواطن التونسي قبل هذا كماليات. شوف ما عادش كماليات اليوم الشخصية، لا 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 ما عادش كماليات اليوم، ما نغطيوش عين الشمس بالغبار. امشي اقف قدام يعني مساحة كبرى اللي تبيع الخمر وتبيع كذا الثمانية متاع الليل، وخاصة نهار الخميس في الليل أو نهار السبت في الليل، وقل لي كماليات أم لا. تو تشوف ضعاف الحال شدين الصف لأنه نسد الأفق أمامهم، هذه الطريقة الوحيدة اللي نحلوا الأفق، مش نحلوا الأفق، نعمل نخلي يحقق حلمه في تونس، نحلوا الآفاق، مش هذا الحل اني نرخص في الجعة ولا لا مش رخص، لا الزيادة هذه تظهر زيادة سهلة، على خاطر شركة الجعة هي الشركة اللي تقريبا أكبر الشركات اليوم، من أكبر شركات في تونس، وهي أول يعني مساهم في ميزانية الدولة في جمع الجباية الغير المباشرة اللي فايت الدولة. أنا مخوفني أكثر الزيادة في المليم في كيلو سكر، هو مخوفني أكثر. لا والله أنا مش كاينو حلان باب على في دخلنا في رفع الدعم بطريقة أو بأخرى معنا. ما نصورش هذا فلسفة اللي راه الزيادة 100 جرام بالكيلو سكر، ونحب أركز عليها دقيقة لأن تظهر هي أمور يعني عارضية وسهلة وكذا. حسب قراءتي أنه الكيلو السكر المستورد هو اللي باش نزيدوا عليه 100 ملي، مش الكيلو سكر المنتج محليا. هذا باهي كان يكون هك. لا استنى ما نقولوش حتى نفهموا الموضوع. السكر المنتج محليا منتج من البتراف من لفت السكر اللي ما عادش نزرعوا فيه احنا تو بالشيء المطلوب. اي ما عادش نزرعوا فيه، وفيه يطرح اشكاليات عديده. اولا مش نطرح في شكل اسئله الاشكاليات هذه، والاسئله تتضمن الاجابات في ضمنها في طريقه طرح. اولا هل نحن لنا القدره التنافسيه لانتاج السكر عن طريق اللفت السكري في تونس؟ اولا. ثانيا هل عالجنا استعمال اللفت السكري للماء في المناطق اللي تحتاج لزراعات اخرى؟ هل الماء هي ماده نادره في تونس واصبحت اكثر واكثر ندورا في السنوات الاخيره، ومش تزيد تتازم مشكله الماء في السنوات القادمه؟ اللفت السكري من بين الزراعات اللي يستهلك اكثر ماء ممكن، ان يكون الماء هذاك مسعر او حتى مسعر بسعره الحقيقي او حتى مسعر يستهلك بلاش، بينما هي ماده نادره والاقتصاد يقول كل ما ندر ارتفع سعره. بالضبط. اذا احنا هل رشدنا هل تم ترشيد استعمال الماء في القطاع الزراعي وكذا؟ وهذه من الاشياء اللي الجبال لازم تعالجها وتنظر لها وكذا، وماناش قاعدين ننظر لها. حاجه اخيره، هل عالجنا مؤثرات انتاج اللفت السكري والسكر عن طريق اللفت السكري على البيئه؟ لانه عنده انعكاسات سلبيه كبيره، وفما التزامات وماناش قاعدين نعالجوا فيها. مش نختم معك بربي، بكتله الوجود اللي شفتها صعدت بشكل خيالي معناه.
20.5 مليار دينار لسنة 2021. هذه التوقعات في أول العام دون أخذ عين الاعتبار يعني الزيادات اللي قد تصير في سنة 2021. الرقم هذاك نعطيك ميعاد في نهاية 2021 باش نتحدثوا عليه، مش باش يكون في حدود 20.5. مش تقول لي أكثر؟ طبعا لا محالة، احنا كل عام نعملوا هكا. انت شوف كل عام اش نقروا في ميزانيه الدوله وشنو ما النتائج في الاخر، وبعد نقولوا لا ما فقناش، فما اتفاقيات سابقه وما فقناش بها وملزمه وكذا وحطيناها، ولا او يعني البحث على السلم الاجتماعي جعلنا نناقش وكذا. كل عام هذا انا نوعدك انه في نهايه 2021 يكونوا في مستوى اعلى من هذا. وانا نصف الميزانيه نتاع الدوله تقريبا اذا كان باش نزيد ونقدموا لقدام اشياء اجور. شوف اليوم ميزانيه الدوله اصبحت تقارب نصف الناتج الداخلي الخام، لان الناتج الداخلي الخام تراجع بالكورونا، تراجع في حدود 7-8 او اكثر بالمئه على ما كان عليه السنه السابقه، بينما ميزانيه الدوله قاعده تزيد. الميزانيه انت قلت زادت 4%، هي مقارنه بالميزانيه نتاع مناول زادت 10% تقريبا، لكن مقارنه بالمنجز ربما زادت 4%. واحنا نقارنوا احنا علمونا في الوقت اللي مشينا المدرسه ان نقارن ما هو مقارن، يعني نقارن المتوقع بالمتوقع لا المتوقع بالمنجز. واضح. رضي شكرا لك على كل هذه المعطيات، باش نستقبل صابره الهمي سيوني. صابره تفضل. صابره بحذايا عندها ما تقول لنا، عندها ميساج تحب تقولنا، لكن بعد لحظات من الان محمد.